والان تم بناء البلوكه داير مطار فوق العازل، ونبدا في اختبار المي. سكرنا الجنب الجدار كله خلطه، لسه هنجيب شريحه 10 سم فوق الجدار. كده الشغل كله كانه صبه، ما فيش كلام يعني، ولا باين ان هو خشب ولا باين ان هو عازل ولا اي شيء خالص. الميه نازله يعني. الف الالف يعني، الحمد لله رب العالمين.